لو الحكاية فيها إن فيتو. السلام عليكم. عارف اسم حضرتك؟ محمود صالح. محمود قول لي مطالبك ايه من الحكومه الجديده؟ والله مطالبي ان يعيشوا عيشه حريه عداله اجتماعيه وبرضه حق الشهداء برضه في رقبتنا كلنا يعني، وهنفضلوا برضه لحد اخر وقت برضه حق الناس اللي هي ماده فرابه وماده الاتحاديه وماده كل مكان برضه حقنا مش عايزين نسيبوه لحد اخر نقطه دم فينا. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. تعرف اسم حضرتك؟ انا مجدي دجال محمد. لا قول لي مطالبك ايه من الحكومه الجديده بعد اقاله الدكتور حازم الجو؟ الصح يحس بلقمه التقيل من المعاناه علينا ابهات بيوت. احنا رب الاسره ده بيحس بمعاناه جامده، مش متوفر لنا اي حاجه. مين مش متوفر في نفسه تاخد مسكين الست دلوقتي السكر وخلاص ولا كله ولا في الكلام ده كله؟ في الكلام ده كله ما ترد. تمام. السلام عليكم. عرف اسم حضرتك؟ صلاح. قول لي مطالبك ايه من الحكومه الجديده ورايك ايه في كلس دكتور حازم البلاوي؟ هو اساسا ما كانش ينفع اساسا، هو كان الحكومه بتاعت زغلول اساسا، رايك كبير ما كانش ينفع. المطالب الجديده ان البلد تتاجر، البلد الاستثمار، السياحه، الاقتصاد، يعني البلد تشتغل، الكهرباء اللي بتقطع دي اللي عماله تقطع كل شويه، المايه، الناس تعيش، الناس ما عادش لاقيه. الناس تعيش، الناس ما عادش لاقيه، البلد خلاص. تمام. وعايزين الحكومه دي تحس بالامان. الناس تعيش بالامن، والامن يتعامل مع الناس كويس. شكرا. السلام عليكم. تعرف اسم حضرتك؟ محمد. قول لي رايك او مطالبك ايه من الحكومه الجديده بعد اقاله الدكتور حازم الجوي؟ الثورة 25 يناير أكنها بعد الثورة. الشباب اللي عملوا فيها ولا خدوا حقوق في أي حاجة. مفيش حقوق في أي حاجة خالص. ولا مناصب ولا أي حاجة. مش بنطلب مناصب، بنطلب نعيش. البلد ديت وناخد حقنا. صح؟ كانت مطالب الثورة بتاعت 25 يناير. تمام. أكنها ما كملتش. وبركة حد جامد برضه يتحرك. ده اللي حصل. احنا بنتحايز على رئيس جمهورية دلوقتي. بنتحايز نقول فين رئيس جمهورية. صح؟ طب انت عايز ايه بقى من مطالب بقى؟ مطالبك ايه خلال الفترة اللي جاية من انت لسه تشوفها تتحقق؟ انا 30 سنة. 30 سنة كلها بتحرك. كلمنا بصفة عامية يعني مطالب الشعب او مطالب كده. الشعب كله موجود. انا واحد من الشعب. عايز ايه يعني محتاج ايه؟ عايز مطالب الثوره. الايام دي الشباب اللي ماتوا اللي اتسرقت العمل. في ناس سرقت لسه عايشه موجوده. واغنياء الحمد لله. في ناس مش لاقيه تاكل. احنا موجودين اهو.